ولحد الآن في العاصمة ما زالت الناس في 2019 تجري على ساشي حليب اللي هو الغبرة مخلطة مع ماء. وين راه الإنتاج؟ وين راه الريع هذا تاع البترول اللي يتوزع؟ ما عندناش ضوابط. إليا لا كوموند بيبليك. الاقتصاد ماشي بلا كوموند بيبليك. ندير معك صفقة، ندير مع الآخر صفقة، ومع الآخر صفقة، وأموال تتداول 89% تاع الأموال اللي تتداول في السوق كلها نتاع بنوك عموميه، اموال عموميه نتاع البترول. الفلاحه نتاعنا راها تنتج، راها تكفي نوعا ما الاستهلاك نتاعنا، ما تصدرش، ما فيش سياسه نتاع تحويل المنتوج الفلاحي نتاعنا وخلق الثروه وخلق بلو فالو وخلق مناصب شغل. بالنسبه للصناعه لحد الان جيب دي ليغو وركب، ركب الكونجيراتور، ركب الريفريجيراتور، ركب السيارة، ركب كذا، بدون ما تخلق ثروة حقيقية ولا تخلق مناصب شغل. إذن نعاود نخلق أنا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. الكناس العام لازم يعاود يرجع لمكانته، وبالاقتصاديين الأخصائيين تاع الاقتصاد، ونعاود نبني اقتصاد على أسس اقتصاد ليبرالي بتكفل اجتماعي إلى أقصى حد. الاقتصاد نتاعنا اليوم الدخل هو البترول، والمصاريف هي لا كومون بيبليك. وشكرا.